السلام عليكم الاخوان، اليوم عاوتاني فيديو جديد مع فيرا. هاي فيرا، شحال واحد كيسولني عليها في الكومونتير، ها هو بيرجي المو. اش فيرا اجي لهنا نوض اش يب ما تبارك الله الدين راه وقفوا ليها. اجي فيرا فيرا اجي لهنا اجي اش ها هما كيما كتلاحظوا الدراري اليوم ان شاء الله راه غادي ندوش لها شحال هادي، ما ندوش لها اليوم، ما ندوش لها كيما قلت لكم الدراري. ديك الماكله اللي عطيتكم ودوك الوصفات اللي عطيتكم، ها هما تبارك الله الودينات وقفوا، ما درت لهم لا سكوتش لا والو، ها هما الودينات واقفين ناضين. اش فيرا اش 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 انتو ما الدراري ها هي الودينات شيهم كي واقفين، ها هما شيهم ها هي هيا اش اش كاين النوع الدراري راه بي كيما كتشوفوا الدراري غادي نبداو بالطريقه الصحيحه ديال التلويج ديال الكلاب، طريقه سهله ان شاء الله. غتشوف السلطه عرفات راسها غادي تدوش، بسم الله الطريقه الصحيحه خوتي. ما عمري ما نبدا من هنا، نبدا من هنا كاين ضروري تبدا لي من تحت هو الاول. ملي نسالي الفيديو غنشارك معكم الفرحة ديال الكلب وتشوفوا الفرحة كي دايرة من بعد تدوش. ملي كدوش الكلب وكيزقى بحال هكا على دليل على ان الكلب ديما كيدوش. راني تنفصل الشامبوان دايرين هاد البرودوي هذا، راه كاين في الفارماسيين البرودوي ديال الشامبوان ديال الكلاب. نعطيكم السمية ديالو، نعطيكم اللعيبات ديالو. وي وي الكلب اللي باقي ما طلعش الودينه ديالو، كنصحك ما بقاش دوش ليه، كب ليه ما على ودنه. وي هاب وي فير نو نو ديك الماكله اللي قلت لكم ديك النهار، داكشي راه ما هي الطريقه الصحيحه. الحليب ما يدورش في الدار، قريب في لابوس
العمر اللي استجع في هذا الماء صار أمس بارك وإلى من الفوق من هنجي تعونك الفوق مظهرة تشفر يلا غادي نفوضها في هذا الشمس شغل